من كام يوم عملت بوست على الفيسبوك اتكلمت فيه على برنامج النيترو بي دي اف وازاي بيدينا امكانيه اننا نعدل على ملفات البي دي اف بشكل كبير جدا، من اول حذف الصفحات او استخراج صفحات معينه بشكل منفصل وضعها في ملف واحد او الدمج ما بين اكتر من ملف بي دي اف، لحد ان انا اقدر اختم الملف بشكل كامل، اضيف ختم بتاع المكتب او الختم بتاعي واقدر اختم بيه الملف بشكل كامل، او ان انا اضيف توقيع او اضيف ووتر مارك او اضيف اللي هي العلامة المائية، او ان انا اعمل حذف للنص او اكبر النص او اصغره او اضيف صور جوه ملفات البي دي اف واكتر من كده بكتير. طبعا كل ده بيكون متاح في النسخة الكاملة من برنامج النيترو اللي هسيب لكم لينك تحملها في وصف الفيديو بالاسفل، وهعرفكم كمان ازاي تسطبوا البرنامج او تفعلوه علشان يكون معاكم النسخة كاملة تقدروا بيها تعملوا كل التعديلات ديت وتحولوا ملفات البي دي اف في الوورد او اكسل، بشرط انها تكون باللغة الانجليزية لان البرنامج ما بيدعمش اللغة العربية. فتابعوا الفيديو للنهاية، لكن رجاء ما تنسوش تعملوا سبسكرايب في القناة لو لسه ما اشتركتوش، وفعلوا زر الجرس علشان تشوفوا كل الفيديوهات الجاية ان شاء الله وتشوفوا الفيديوهات اللي فاتت. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو لان ده اكبر دعم بتقدموه للقناة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا مع بعض نفهم ازاي نستخدم البرنامج بتاع النيترو. اول حاجة علشان ان انا اسطب برنامج النيترو يبقى معايا النسخة الكاملة، طبعا ده برنامج النيترو برو اللي هو افضل البرامج بالنسبة لي او في رأيي للتعديل على ملفات البي دي اف. فعشان احصل على البرنامج بالصيغة او بالنسخة الكاملة، فانا طبعا هسيب لكم في وصف الفيديو لينك تقدروا منه تحملوا البرنامج بالكراك بتاعه او بملف التفعيل. فاول حاجة انا هروح كده على البرامج، هروح على برنامج النيترو برو انتربرايز، وكل اللي عليا ان انا هعمل ايه؟ هروح اعمل دبل كليك على الايقونة دي وابدأ ان انا اثبت البرنامج عادي خالص زيه زي اي برنامج. بعد ما يوصل لي في الاخر ان هو خلصت تثبيت البرنامج، هيجيب لي في الاخر قبل كلمة فينش هيقول لي لانش اللي هو ابدأ البرنامج، فانا طبعا هشيل التشيك من عليها واقول له فينش ومش هبدأ البرنامج. بعد كده هروح على ملف الكراك، الفولدر بتاع الكراك ده، وافتحه كده وهاخد الملف اللي موجود عندي ده كوبي هنسخه، واروح على الديسكتوب هلاقي الايقونة بتاعت البرنامج ظهرت، هعمل عليها كليك يمين واقول له اللي هو open file location، واروح هنا اعمل الايقونة اللي انا نسختها ديت هقول له لصق، وهيجيب لي هنا يقول لي ريبليس هقول له اوكي. يبقى انا كده فعلت البرنامج وبقى معايا نسخة كاملة اقدر ان انا اشغل البرنامج واستفيد بكل الخصائص اللي موجودة فيه. طيب هنرجع تاني للفولدر اللي كنا موجودين فيه تمام هنا، وطبعا على سبيل المثال ان انا عندي اكتر من ملف وورد انا شغال عليهم وبعمل بيهم داتا، وبعد كده حفظتهم على هيئة بي دي اف ومحتاج ان انا ادمجهم مع بعض، او انا في حد بعت لي ملفات البي دي اف دي كلها تمام ومحتاج ان انا ادمجها مع بعضها واطلع منها ملف واحد. في البداية تعالوا نشوف مع بعض افضل طريقة ان انا اسيف منها من الوورد بي دي اف. اول حاجة بفتح الملف كده على سبيل المثال وباجي اقول له كنترول بي، وبختار طبعا هنا بدل الطبعة اللي هي شغالة عندي بختار حاجة اسمها مايكروسوفت برينت تو بي دي اف. وطبعا لو انا عندي عدد صفحات، مثلا انا عندي هنا اربع صفحات، فانا عايز اطبع الصفحة او احفظ الصفحة الاولى فقط والصفحة رقم اربعة، فهكتب 1.4 يبقى انا كده هيطبع لي الصفحات اللي هي رقم 4 هقول له برنت او هيسيفها لي على امتداد البي دي اف. هروح على الديسكتوب على سبيل المثال واروح جاي مسميها بالاسم ده كده وهقول له سيف، هروح الاقي اتسيف عندي، اتحفظ عندي فقط اللي هو الصفحة الاولى والتانية فقط تمام. يبقى ده اول حاجة من الخصائص بتاع البرنامج. طيب انا محتاج بقى ان انا اعمل ايه؟ دمج للملفات دي كلها تمام، فبعلم عليها كده تمام وباجي اقول له
Combine files with Nitro Pro، تمام؟ فهيبدأ يظهرهم لي كده. طبعاً أنا في ترتيبة في دماغي، أنا مثلاً على سبيل المثال عايز أقول استلام أعمال التنفيذ ده يبقى رقم 1، بعد كده الخرسانة دي هتبقى رقم 2 فبرتبها كده، بعد كده مذكرة معمل الأسفلت دي هتكون رقم 3، بعد كده نسب الخط في الموقع دي هتيجي بعدها، فأبدأ أرتب بالشكل اللي أنا محتاجه والطريقة اللي أنا محتاجها، وبعد كده أقول له Create. فبعد كده هيقول لي انت هتحفظ الملف ده فين، فهاجي اقول له على سبيل المثال في الجزء ده هنا كده، ثواني، في الملف ده هحفظه هنا كده وهسميه على سبيل المثال سيد داود، تمام، وهقول له سيف. فهو بدأ يكريت الملف، فهو راح فاتح لي الملف عبارة عن 306 صفحة، تمام. فانا على سبيل المثال جت معايا الصفحة دي، أنا مش محتاج الصفحة اللي في الأول دي، فباجي أو أنا واقف عليها كده محتاج أدلتها، فهقول له ديليت. بيقول لي أنت محتاج تدلت أي صفحة، فبقول له الكرنت بيج. فعندي طبعا ممكن في خيارات تانية، بيقول لي ممكن تدلت أول صفحة، إن أنا لو واقف في نص الملف هنا مثلا كده عند صفحة 150 وعايز أدلت أول صفحة، فبقول له ديليت فيرست بيج. فلو رجعت كده لبدايه الملف هلاقي ان الفيرست بيج اهوت بقت صفحه غير اللي كنا واقفين عليها. طيب عايز ادلت اخر صفحه اللي هي الصفحه اللي احنا شايفينها دي، فهقول له ديليت لاست بيج، تمام. طيب انا عايز مثلا عندي الصفحه 164، خلينا نقول لا هتبقى الصفحه دي على سبيل المثال، انا عايز احذف الصفحة 163 و164 اللي هي فيها بعض العلاقات لتعيين معايير المرونة، فهقول له احذف لي صفحة 163 و64، هقول له بيجز 163 الى 164، وهقول له ديليت. فهاجي الاقي ان الصفحتين اللي كنا واقفين عليهم ما عادوش موجودين. طيب انا محتاج ان انا احذف صفحات على سبيل المثال مختلفة، هحذف صفحة رقم 1 وهحذف صفحة رقم 20، احفظوا معايا شكل الصفحات، صفحة رقم 20 اهيت الصفحة دي، تمام، وصفحة رقم مثلا 36 الصفحة اللي فيها التشارتات دي، يبقى 21 و36، يبقى انا هقول له احذف لي الصفحات 1، 20، 36. طب لو انا عايز احذف 36 و39 اسف من 36 لحد 50 مثلا، هقوم قايل له صفحه 1، 20، 36 الى اللي هي ايه الشرطه اللي بنسميها الهايفن لحد 50، واقول له انتر، حذف لي الصفحات. طبعا احنا كان عندنا عدد الصفحات كان معدل 300، بقينا دلوقتي 285. من المميزات بتاع البرنامج ان انا السهم ده بينقل لي، لو لاحظنا الرساله جايه فوق بيقول لي انت كده هتتنقل لاول صفحه فيرست بيج، السهم ده بينقلني للاست بيج، السهم ده بيطلعني فوق صفحه اهو الصفحه السابقه عمال بيطلعني لفوق، انا كنت عند صفحه 280 هطلع على 279 اهو 278، السهم ده بينقلني الصفحه اللي بعدها بينزلني تحت صفحه، تمام. طيب ده بالنسبه لحذف الصفحات. طب لو انا مثلا على سبيل المثال محتاج من الملف ده الصفحه، خلينا نقول هنطلع كده على بدايه الملف، محتاج انا صفحه رقم 1 وصفحه رقم 10 محتاجهم في ملف منفصل، محتاج الصفحه دي والصفحه رقم 1، فهقول له هنا اكستراكت. بيقول لي انت محتاج صفحات كام، هقول له صفحه رقم 1 وصفحه رقم 10 اعمل لي ليهم استخراج في ملف منفصل. اهو يا جماعه دي كانت عباره عن الصفحه رقم 1 والصفحه رقم 10، جاي لي هنا الملف عباره عن صفحتين، ده بالنسبه للاكستراكت، تمام. انا كده عملت استخراج لصفحات. طيب الصفحه دي انا محتاجها، خلينا نجيب حاجه يكون فيها شكل مثلا، او خلينا ندور الصفحه دي كده على سبيل المثال، الصفحه دي مقلوبه فانا محتاج ان انا الفها، فانا ممكن اقول روح ضغط هنا روتيت وافضل اعمل كده لحد ما تظبط معايا، اهو هو بيلفها في اتجاه اللي هو في اتجاه عقارب الساعه اللي هو كلوك وايز،
او انا محتاج ان انا الفها في اتجاه معين، فاجي هنا اقف على السهم ده واروح قايل له ايه، انا عايز الفها في اتجاه اليمين، تمام، في الاتجاه اللي انا محتاجه ده، كده انا عملت تدوير. طيب انا محتاج ان انا اضيف صفحه فاضيه بعد صفحه اللي انا واقف بعد الصفحه اللي انا واقف عليها، فبقول له انسيرت بلانك بيج، صفحه فاضيه، تمام. فبقول انت محتاج تضيفها بعد اي صفحه، هقول له بعد الكرنت بيج اللي انا واقف عليها صفحه رقم 3، او اقول له بعد صفحه رقم 60 على سبيل المثال، ايا كان اللي انا محتاجه، او بقول له انت محتاجها قبل الصفحه الاولى، ولا محتاجها قبل الصفحه الاخيره، ولا محتاجها قبل صفحه معينه. هنا برضو بيقول لي انت ممكن تضيفها بعد الكرنت بيج، ولا بعد اول صفحه، ولا تضيفها بعد الصفحه الاخيره، ولا بعد صفحه معينه. فانا هقول له انا محتاجها بعد الصفحه اللي انا واقف عليها، بعد الكرنت بيج، تمام. طيب انا محتاج على سبيل المثال اضيفها بعد صفحه رقم 20، تمام، فهقول له ضيفها لي بعد صفحه رقم 20. المفروض ان انا صفحه 21 اروح الاقيها صفحه بيضة، هقول له انتر، هروح هنا الاقي ان الصفحه رقم 21 هي الصفحه البيضة اللي انا ضفتها. طيب بعد كده على سبيل المثال انا عايز احط في المكان ده صوره، في الصفحه ديت صوره، فاروح كده على سبيل المثال افتح اي صوره ولتكن الصوره دي، وانا محتاج اضيفها في الصفحه دي، هاجي هنا على الاداه السنيبنج تول دي، لو انا مش موجوده عندي مش ظاهره هنا، فهكتب هنا سنيبنج تول، اهيت هتظهر لي على طول، ظهرت الكتابه بتاعتها، اروح اقف عليها كده وافتح البرنامج ده على طول واتك على نيو، واجي كده اروح معلم على الصوره دي، تمام، واخدها كده كده الصوره دي اتحفظت في الكليب بورد، اتحفظت يعني هي منسوخه معايا دلوقتي. هروح هنا اقول له كنترول في، ظهرت معايا الصوره، ابدا اظبط الابعاد بتاعتها زي ما انا عايز. طبعا ده مختبر سمارتك، وبعد كده ممكن اتك كنترول اس او سيف، سيفت التغييرات اللي حصلت في الملف. طيب بعد كده انا محتاج اضيف صفحه من ملف بي دي اف موجود عندي، على سبيل المثال هنروح للملفات اللي احنا شغالين عليها ديت، وهقول له انسيرت فروم فايل، فبيقول لي الفايل ده فين، هروح انا على الفولدر اللي احنا واقفين عليه، وهقول له والله انا محتاج اضيف صفحه معينه من الملف اللي اسمه مذكره معمل الاسفلت ده، فهو ظهرها هنا، هبدا اقول له نيكست، بيقول لي انت محتاج اي صفحه، محتاج صفحه رقم كام، هقول له مثلا صفحه رقم 2، لو انا محتاج صفحه رقم 2 فقط يبقى صفحه رقم 2 تو 2، يبقى انا هحط نفس الرقم. لو انا محتاج صفحه رقم 2 مثلا لغايه صفحه 5، هقول له من 2 ل 5. بيقول لي بعد كده طيب انت عايز تحطهم فين، بيفور الصفحات رقم كام، هقول له مثلا الصفحه رقم 21 اللي انا واقف عليها، يعني هو هيضيفها لي قبل الصوره اللي انا جبتها دلوقتي، او بعدها هقول له افتر صفحه رقم 21، او بعد الكرنت، او بعد الفيرست، او بعد اللاست. فانا المكان اللي انا محتاجه هبدا احدده له، هقول انا محتاج اضيف الثلاث صفحات او الاربع صفحات دول، هضيفهم بعد صفحه 21، هقول له انسيرت، اهو ضاف لي الصفحات اللي انا حددتها من الملف. يعني انا لو رحت فتحت الملف ده مذكره معمل الاسفلت وجبت صفحه رقم 2، هلاقي ان هي عبارة عن تعريفات هامة، هرجع هنا اهو هلاقيها بدأ بتعريفات هامة، تمام، يبقى انا كده ضفت الصفحات اللي انا محتاجها. طبعا دي اختيارات او تريكس او حاجات انت تقدر تعملها بالبي دي اف، خطيره جدا، ممكن ترهقك علشان انت تضيف الملفات دي مع بعضها. طيب بعد كده يبقى انا قدرت ان انا اضيف من ملف، قدرت ان انا اضيف من كليب بورد اللي هو لما انا اخدت الصوره بالسنيبنج تول وعملتها باللي هو كنترول في، لو انا جيت هنا قلت له من الكليب بورد هو هيفهم ان هي نفس الصوره، بيقول لي انت عايزها بعد صفحه رقم كام، فهقول له مثلا بعد الصفحه اللي انا واقف عليها اللي هي 22، هلاقي جاب لي نفس الصوره، اهو بدا يجيبها بس بيطول فيها شويه، فانا لما بقول له كنترول في بيكون افضل، لان هناك هيجيبها لي صفحه بمقاسات معينه، هلاقي دي كده عباره عن صفحه منفصله بمقاسات مختلفه، لكن انا لما بقول له انسيرت بيج وباجي انسخ الصوره بالسنيبنج تول كده واقول له كنترول في، ببقى قادر ان انا اتحكم فيها وتبقى صفحه
عادية بنفس مقاسات الصفح السابقة ليها، فأنا هدلت الصفحة دي. طيب بعد كده أنا محتاج إن أنا أعمل هايلايت. أنا كل ده واقف على القايمة اللي هي بتاع هوم، أنا لسه ما روحتش على الحاجة دي كلها. هروح على الهايلايت كده، ومحتاج إن أنا أعمل هايلايت على النص ده على سبيل المثال أهو، فبيعمل لي هايلايت. طيب بعد كده عندي نص ومحتاج ان انا انسخه، فبروح هنا على سيلكت، بقول له سيلكت تكست. هو طبعا لو نسخت نص عربي ورحت لزقته في اي برنامج تاني هو ما بيدعمش العربي، فهيجي النص ده مش مظبوط. هاجي كده كنترول سي، او اقول له كليك يمين كوبي تكست، واروح اقول له هنا تكست. لو انا عايز اكتب بقى هروح حاطه هنا المؤشر، وابدا ان انا اقول له كنترول في، جاب لي نفس النص. بعد كده لو انا محتاج ان انا اكتب اهوت اي حاجه محتاج اكتبها، تمام. لو انا محتاج بقى اكتب عربي حاجه، اكتب عربي، هلاقي العربي عندي بالشكل ده كده. هرجع لقائمه هوم علشان اشيل اللي هو المؤشر او اداه الكتابه ما تبقاش موجوده معايا، هقول له هاند. بعد كده محتاج ان انا احول الملف ده لوورد، فهروح هنا على تو وورد واقول له حول لي الملف ده الى وورد، فهيبدا يحوله. بس طبعا العربي هيجي فيه مش مظبوط، وطبعا لو هو في جداول او صوره مسحوبه سكان او كده، او ملف مسحوب سكان، مش هيقدر ان هو يحوله، هيحول لي كل صفحه على انها صوره كامله، مش هيحوله لي الى نص. طيب ننتظر. طبعا الملف بما انه كبير فهياخد معاه وقت، فاحنا هنكنسل الموضوع ده علشان ما نطولش الفيديو. كنسلنا الكلام ده، هنروح على ملف صغير كده زي مثلا مذكرة معمل الاسفلت ده، واقول له حولها لي لوورد علشان ما تاخدش معانا وقت طويل، وهننتظر لما يحولها ونشوف الشكل هيكون عامل ازاي، حولها فعلا لوورد ولا لا. اهو حول الملف اهوت لوورد، بس لانه في عربي فهو مش فاهم العربي، هنلاقي ان الانجليش اللي موجود فيه موجود بشكل صحيح لكن العربي في مشاكل. يبقى انا كده قدرت ان انا احول الملف. بعد كده طبعا لو انا محتاج من هنا ان انا اعمل كومباين زي ما عملنا في الاول، بختار ملفات من الفولدر بتاعها وببدا ان انا اقول له اعمل لي دمج الملفات دي وطلعها لي على هيئه ملف واحد. بعد كده هنروح على اداه الايديت. الايديت دي بقدر من خلالها بقى ان انا احدد على النصوص دي وابدا ان انا اغير فيها. فعلى سبيل المثال النص ده انا محتاج ان انا احذف منه الجزء اللي مش مفهوم ده، فهحدد عليه كده واروح قايل له باك سبيس او ديليت فحذفه. بعد كده محتاج ان انا اكمل كتابه على النص ده، فهبدا ان انا اكتب اي حاجه محتاج ان انا اكتبها، وبالشكل ده كده بكون عدلت على النص. طيب انا محتاج ان انا النص ده ارفعه شوية او انزله شوية، فباجي اعمل كده بالماوس كده بالكليك شمال، بضغط ومع الاستمرار على الضغط ابدأ اسحب كده في الاتجاه اللي هو هحدد منه النص كامل، هبدأ ان انا احركه لفوق او لتحت، او ممكن امسكه كده بالسهم وابدا ان انا احطه في المكان اللي انا محتاجه، تمام. ممكن ارجعه مكانه تاني. يبقى انا كده بقدر ان انا احدد النص ده. طيب محتاج ان انا مثلا على سبيل المثال ادلت الجزئيه دي اهو، حددتها، هتك ديليت، اتحذفت. طيب محتاج ان انا اصغر السكيل بتاع الكتابه اللي موجوده في الصفحه دي، فهاجي كده من على كلمه اديت، ولازم السهم ده يكون ظاهر اهوت، وابدا ان انا كليك مع الاستمرار وارسم مربع حوالين الكتابه دي، فهيبدا يظهر لي مربع بالشكل ده. يا اما اصغر من السهم ده كده عشان احافظ على السكيل، تمام، يا اما اصغر من تحت كده هيغير لي البعد اللي هو الراسي، او من هنا هيغير لي البعد اللي هو الافقي. يبقى انا كده قدرت اتحكم في حجم الكتابه اللي موجوده في الصفحه. بعد كده اقدر ان انا من هنا كونفرت بقى، اقدر ان انا احول كمان لباوربوينت، او احول الصفحه اللي موجوده عندي ديت مثلا لايمج. بعد كده في عندي امتدادات تانية موجوده اقدر ان انا احول الملف بتاعي ليها. بعد كده من قائمه ريفيو اقدر ان انا اروح اضيف مثلا، ممكن اعمل رسم ان انا اضيف كده ارسم اي حاجة انا محتاجها، او اجيب اللي هو البنسل اريزر امسح اللي انا عملته ده لو انا محتاج امسح اجزاء منه.
بعد كده محتاج ان انا ارسم شكل معين، فهرسم خط اهو، تمام. ممكن اضغط على الشيفت عشان اخلي الخط ده يبقى مستقيم بشكل صحيح اهو، تمام. رسمت الخط ده، ممكن ارسم خط رأسي لو انا محتاج. طبعا بمجرد ما بسيب الشيفت، لو انا الخط مش جاي رأسي اهو، لو ضغطت على الشيفت هلاقي الخط بقى بالشكل ده، كليك كده رسمت الخط. بعد كده ممكن ارسم اي حاجة انا محتاجها من الاشكال اللي موجودة ديت. بعد كده طبعا ممكن هنا ان انا اقدر اقيس، فبيقول لي ان المسافة ديت هي كام انش اهوت، ظاهرة معايا لو انا زومت كده بيقول ان ديت 5.25 انش. بعد كده ممكن اعمل ايه، ممكن ان انا اقول له اندرلاين، يعني اجي على الخط على الكتابة اللي هنا دي كده واقول له اعمل لي تحتها اندرلاين اهو، ثواني كده عمل لي تحت الكتابة ديت خط. لو انا بذاكر مثلا او عندي ملف محتاج احدد فيه حاجات مهمة، ممكن اعملها برضو بالهايلايت زي ما انا قلت قبل كده اهوت، عملتها بقت هايلايت. بعد كده ممكن اعمل ايه، اضيف ستامب، ان انا اضيف ختم. فهنا لو انا محتاج ان انا اضيف ختم، فممكن اروح اعمل ايه، اقول له يا اما الختم ده يكون حاجه ان انا عايز اقول الملف ده اكتمل او اكسبايرد او الملف ده ريفيوزد او اي او ريجكتد. فممكن ان انا ابدا اعمل ايه، بيقول لي كرييت نيو ستامب، فهبدا اعمل الكتابه اللي انا محتاجها. اقدر ان انا اكريت ختم خاص بيا لو انا عندي ختم موجود على هيئه بي ان جي زي الختم اللي احنا حاطينه هنا ده، فاقدر ان انا اقول له مانج ستامبس واقدر اقول له كرييت، فهنا بيقول لي اسم الستامب اللي انت هتعمله ده هيكون ايه، فعلى سبيل المثال هسميه بالشكل ده، فبقول له انا محتاجه هيكون عباره عن ايمج، فبيقول لي فين الصوره اللي موجوده عندك، فهروح على الصورة الموجودة بي ان جي موجودة عندي وهبدأ ان انا اضيف الصورة ديت اهو، فهنا ضاف لي الصورة. بيقول لي بعد كده انت محتاج الابعاد بتاعته تكون قد ايه، هبدأ ان انا اظبط الابعاد واروح اشوفها على الورقة بحيث ان هي الاقيها مطابقة للختم اللي هو الحي. لو لقيتها مش مظبوطة انا هقول له اوكي، لو لقيتها مش مظبوطة هاجي هنا على ستامبس هنا واجي اقول له مانج ستامبس واجي على الختم ده واقول له ايديت وابدأ اظبط الويدث والهايت بتاعه لحد ما يظبط معايا، وبكده اكون ظبطت الختم بتاعي. طبعا انا هنا ممكن اهو هنجرب كده طريقة التختيم اهو، لو انا عايز اختم الورقة دي على سبيل المثال ختمت كده بالشكل ده. ممكن لو انا الختم حطيته في مكان وعايز اتراجع عنه يبقى كنترول زد فقط بيتراجع لي عن الختم ده، لان انا لو حطيت ختم وحبيت ان انا اعدل عليه، جيت على ايديت هنا وحبيت ان انا اشيله او احركه من مكانه او ادلته، مش هيتدلت، مش هيتشال الا بكنترول زد. يعني هو البرنامج مديني حماية ان انا الختم محدش يقدر يشيله او ينسخه. يبقى هو هنا مانع الختم ان هو حد ينسخه او يحذفه او يعدل عليه، طبعا علشان عملية التزوير محدش ياخد الختم. مثلا لو احنا افترضنا على سبيل المثال ان انا حطيت الختم كده حطيته هنا وقدرت اجي من كلمة من ايديت هنا واحدد الختم ده، فخلاص انا ممكن اقدر ان انا انسخه زي اي حاجة كده، زي ما انا هنسخ ده مثلا اهو كنترول سي واقدر احطه في اي مكان هنا اقول له كنترول في، فزي ما احنا شايفين اهوت اللي هي كلمة تعريفات هامة انا جبتها اهو وبدأت ان انا اتحكم فيها، فاقدر ان انا اكتب ورق واختم المستند ده ويبقى خلاص. وطبعا الاختام اللي هي الغير حية، الاختام الالكترونية دي صار معترف بيها دلوقتي، فطبعا البرنامج لو هو بيسمح بالتعديل على الاختام كان هيبقى بيساعد على عملية التزوير. بعد كده من هنا ممكن من البيج لي اوت اقدر ان انا اضيف ووتر مارك، تمام. نفس الكلام هبدا ان انا اقول له مانج ووتر ماركس وهبدا اقول له نيو بروفايل، او ممكن احذف كل اللي موجود عندي ده، تمام، وابدا ان انا اقول له نيو بروفايل واسمي الووتر مارك دي باي اسم عشان لو انا محتاج ارجع لها فيما بعد واضيفها تاني، وابدا اقول له اد، هضيف بقى. فبيقول لي انت هتضيف تكست ولا ايمج ولا بي دي اف، لو انا عندي ووتر مارك انا عاملها كصوره بي ان جي مثلا او عندي في ملف بي دي اف انا مسيبها فيه فممكن اخدها منه، او اروح اقول له تكست على طول.
فعلى سبيل المثال انا حابب اضيف ووتر مارك بالاسم ده مثلا، فهيبدأ يقول لي ان انا هعمل لك بريفيو على الصفحة اللي انت واقف عليها ولا على صفحة رقم كام. ممكن اقول له اعمل لي بريفيو على صفحة رقم واحد، فهاجي ابص الاقي ان اللي هي الووتر مارك اللي انا حطيتها ظاهرة هنا في الجزئية في الزاوية في الكورنر الاعلى فوق، فهاجي اقول له لا والله انا محتاجك تظبط لي اللوكيشن بتاعها بالنسبه للسنتر بتاع الورقه اللي هو السنتر الراسي، وبالنسبه للهوريزونتال هيكون برضو في السنتر، يعني في نص الصفحه راسيا وفي نصها افقيا، فهلاقي انها ظهرت هنا لكن مش واضحه، هغير اللون باللون الاحمر فهتبدا تظهر معايا. هبدا اكبر الخط بتاعها اهو، عماله تظهر معانا اهوت، ظهرت اهي عماله تظهر على الشاشة، فهبدأ أكبر الخط. آخر حاجة الحجم بتاعه إن هو يكون 72. بعد كده بيقول لي الروتيشن، أنت محتاج تدور الكلمة ديت إزاي، فبقول له أنا محتاجها تكون دايرة بالشكل ده كده أو بالزاوية دي. الأوباستي بتاعتها هتكون، الوضوح بتاعها هيكون عامل إزاي، فبقول له الوضوح بتاعها أو الشفافية بتاعتها هتكون كده، هنزلها مثلا لحد 50% عشان ما تداريش على او ما تغطيش على الكتابة، او ممكن اخليها لحد 30% او 25 او لحد النسبة اللي انا راضي عنها. بعد ما خلصت الاعدادات بتاعتي وظبطتها على الشكل او الوضع اللي انا محتاجه، هقول له بيقول لي apply on all pages، كل الصفحات ولا صفحات معينة، فبقول له من صفحة 1 لـ20 على سبيل المثال وسيف، وبعد كده اقول له apply، فهاجي الاقيها ظهرت عندي بالشكل ده كده. بعد كده لو انا على سبيل المثال حابب ان انا اضيف هيدر للصفحة دي، فممكن اعمل ايه، اقول له هيدر وفوتر، وابدأ ان انا بيقول لي انت هتضيف الهيدر والفوتر بتاعك اللي هو جاهز عندك اللي انت مظبطه اللي ظاهر عندنا زي ما احنا شايفين، ولا انت محتاج تعدل عليه. لو انا بحتاج احدد صفحات فلازم اروح كده اضغط على البلاس اللي هنا دي، واقف على الملف اللي انا عامله واقول له ايديت، وابدأ احدد له زي ما قلنا رينج الصفحات اللي هو هيبدأ يحط عليه الهيدر والفوتر، فانا عايزه مثلا على صفحة رقم 4، فهقول له اعمل لي ده على صفحة رقم 4، هلاقي ان الفوتر جاي تحت بالشكل ده كده، فابدأ ان انا ايه ازود السكيل شوية بتاع الهيدر والفوتر، وابدأ انزل الكلام ده او انزل الهيدر والفوتر تحت شوية اظبطهم، وابدأ اظبط اكبر السكيل كمان شوية، فلاقيه اتظبط ابدأ احركهم في الاتجاه الافق كده، هبدأ اجيبه يمين شوية اهو، يبقى انا كده ظبطت الهيدر، هقول له سيف، اقول له ابلاي، يبقى انا كده ضفت اللي هو الهيدر والفوتر بتاع سمارت تك، تمام زي ما احنا شايفين اهو، تمام، يبقى انا كده ضفت اللي هو الهيدر والفوتر بتاعنا زي ما احنا شايفين. يبقى انا كده بالشكل ده ضفت الهيدر والفوتر بشكل سهل وبسيط جدا. لو انا محتاج بقى ممكن اضيفه بطريقة تانية، ان انا اروح محدد على الهيدر والفوتر الاتنين كده مع بعض، احدد عليهم كده واروح اقل له كوبي، تمام، ثواني اهو احدد عليهم كده بحيث ان انا ما اجيبش حاجة تانية معاهم، وبعد ما احددهم اقول له كنترول سي، واجي اقف على اي صفحة يكون في مجال فيها ان انا احط هيدر وفوتر. على سبيل المثال هحطه هنا كده مثلا، واقول له في الصفحة ديت كنترول في، فهيجي لي الهيدر والفوتر بالشكل ده. ابدأ من غير ما اضغط في اي مكان بالماوس كده احرك لتحت لحد ما يظبطوا معايا او يكونوا دخلهم جوه الصفحة، تمام، واروح ضغط في اي مكان برا الصفحة كده، انا حطيت الهيدر والفوتر بطريقة تانية مختلفة. عايز اضيف ارقام للصفحات، لو رجعنا فوق كده عند صفحة مثلا 1 أو 2 هنلاقي ان مفيش هنا ترقيم للصفحات، فهقول له بيتس نمبر، فبيقول لي current document، انت عايز تضيف للcurrent document ولا هتضيف لي فايلات متعددة ترقمها ورا بعضها بتتابع، فهقول له لا انا هضيف للcurrent document، فبيقول لي انت حابب تبدأ برقم الصفحات هيكون كام، 1 على طول مثلا ولا 01 ولا 001. لو قلت مثلا على سبيل المثال 001 اهو، فبيقول لي بعد كده انت محتاج all pages starting from 1
اللي هو هتحط الصفحات كلها بداية من صفحة رقم واحد، ولا انت عايز ترقم بداية من صفحة رقم خمسة على سبيل المثال، ولا انت هتبدأ ترقم هترقم صفحة رقم واحد فقط، ولا هترقم رينج من الصفحات من واحد من خمسة الى نهاية الملف مثلا، او من خمسة الى صفحة رقم 100. فهقول له انا هبدأ اعمل كل الصفحات وابدأ لي من الصفحة رقم 5 ابلاي اهو. طبعا كان في امكانية ان احنا نختار الترقيم ده هيكون في الصفحة من البوتوم ولا من التوب بتاعها، ولا هيكون من صفحة رقم كام. لو نزلنا كده بعد ما يخلص بيحمل هنا اهوت، بيحمل ارقام الصفحات، بعد ما يخلص هنزل على صفحة رقم 5 هنلاقيها واخدة الترقيم اللي هو صفحة رقم 1. هنلاقي صفحة رقم 5 اهيت واخدة معانا الرقم اللي هو رقم 1 اهي، الترقيم بتاعها ظاهر هنا تحت في الاسفل اهو 001. طيب لو انا قلت كنترول زد تراجعت عن الكلام ده تمام، ورجعت عملت الترقيم تاني، ممكن اقدر اتحكم فيه في المكان بتاعه، ان انا اروح على البيج لي اوت كده واقول له بيتس نمبر وهبدا نفس الكلام اهو. فهيقول لي انت محتاج الترقيم ده يكون فين، هيكون فوق وتحت ولا فوق فقط ولا هنا، ولا يعني المفروض ان انا بختار مكان واحد فقط، مش هحط في كل الاماكن الترقيم بتاع الصفحه. فانا على سبيل المثال هختاره هنا فوق على اليسار، وهقول له اعمل لي الصفحات مثلا، احنا واقفين على صفحة رقم 5، اعمل لي صفحة رقم 5 لصفحة رقم 10 عشان يعملها بسرعة، وهقول له اوكي. فاحنا هنشوف صفحة رقم 5 دلوقتي، هنلاقي ان الترقيم جالي هنا اهو، دي صفحة رقم 6 اللي انا واقف عليها، صفحة رقم 5 الترقيم بتاعها اهو. البرنامج ده بيسهل لي جدا ان انا اعدل على الصفحات واشيل النصوص واعدل على النص وامسح واعمل كل حاجه تمام. لو انا محتاج اعمل اعلم بقرا في كتاب مثلا، ممكن اضيف بوك مارك واحط البوك مارك ديت بحيث ان انا وقت ما افتح الملف في اي وقت يفتح لي على الصفحه اللي انا واقف عليها. هنا ممكن بقى اريس، ان انا اقدر امسح لو انا عندي ختم زي ما احنا كنا حاطينه كده على سبيل المثال، الختم ده انا مش هقدر اعدل عليه ومحتاج ان انا اشيله مثلا، فممكن اجي هنا كده وخلينا نحطه في مكان ابيض واحطه هنا كده. فانا لو محتاج امسحه هاجي هنا واقول له اللي هو وايت اوت تمام، واعمل مربع عليه ابيض كده، فخلاص كده اختفى الختم. يبقى انا كده في البرنامج ده بقدر اعدل بشكل كامل على ملفات البي دي اف واعمل فيها كل اللي انا محتاجه، من اول ان انا ادلت صفحات او استخدم صفحات او اضيف او الف الملف. ممكن طبعا اضيف توقيع بنفس الطريقه اللي احنا ضفنا بيها اللي هو الهيدر، وضفنا بيها الستامب، فهقول له كرييت، فبقول له فروم فايل مثلا على سبيل المثال، لو انا حاجه انا مسيفة عندي صوره او اي حاجه فاقدر ان انا اخدها منها، او اقدر ان انا ارسم التوقيع بتاعي او اعمل له هاند رايتنج تمام. فكل دي اوبشنز انا اقدر ان انا اضيفها واعدل على الملفات بتاع البي دي اف. لحد كده اكون وصلت معاكم لنهايه الفيديو. انا عارف ان الفيديو طول وانا بعتذر لكم، لكن مهارات ممكن نتعلمها في خلال ساعه هتوفر علينا شغل ايام واسابيع، ان احنا ملفات بدل ما ننشئها من جديد او علشان نقعد نرفعها على مواقع تعمل لنا دمج ليها او تعمل عليها تعديل، فالموضوع في ايدينا سهل وبسيط جدا. لينك تحميل البرنامج موجود بالاسفل في وصف الفيديو، وشرحنا في البدايه ازاي نسطب البرنامج ونفعله علشان يكون معانا النسخه الكامله للبرنامج. اتمنى الفيديو يعجبكم، ورجاء ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وسبسكرايب في القناه. في الختام، اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب.